تابعوني هذا الأسبوع في حديث العرب مع ضيف جديد. واجب الوقت اليوم أن نبحث عن السلام. هذه المواطنة الموجودة في ميثاق الأمم المتحدة، وجود ميثاق يجمع العالم، هذا تغير هائل لم يكن موجوداً. وجود معاهدات، وجود دساتير أيضاً تقدم مصلحة للناس ليسود السلام. مبدأ السلام وعدم الخصام والرجوع إلى الوئام، هذا مبدأ أصيل في الإسلام. معي أنا سليمان الهتلان.